أنا ألاحظ أنه غير موجود في كل المؤسسات باستثناء البرلمان، يعني المؤسسات التمثيلية كاينش مثلا بحال أحزاب أخرى حضور ما بين العمال والولاة، رؤساء الجامعات، المؤسسات العمومية، الكتاب العامون، المدراء المركزيين بقاو في ديك المرحلة ديال الولايتين، ولكن غير انتهت الولايتين وتم تغييرهم. صحيح في المؤسسات التمثيلية كاين خط تصاعدي من تسعود، انا عقل على تسعود في ايام في بداية التناوب ال 14 ال 42 ال 46 ال 102 ال 125 دونك تخلطوا بيا. يعني رغم هذا التثبيت، رغم هذا التثبيت غنزيد دوك جوج، رغم هذا التثبيت الوصول يعني ورغم الوصول الى رئاسه الحكومه بفعل الدستور ما يقتضيه بشكل علني الدستور، يبقى هذا هو المشكل، يبقى حزب العدالة والتنمية حزب لا يشبه الأحزاب الأخرى، الأحزاب التي أدمجت كاين شي حوايج ولكن ما عندهمش نفس المكانة ونفس الأهمية.